انت كل ما تشوفي خليه تقولي مش هتنفع؟ مش هتنفع. لا هتنفع، بس هتنفع في حاله واحده بس. انك تعملي اللي قلت لك عليه. ظبطيها؟ ظبطتها. لبستيها؟ لبستها. انتكتيها؟ ايوه. اوكي دخليها. بس انت اللي جبته لنفسك. يعني انت اللي جبته لنفسك. انت ناوي على ايه؟ ادخلي يا شربات. يعني ايه دي؟ ما تستهبليش. زيزي يا زيزي. دستور. نعم؟ دستور. دستورك معاكي. هي بالظبط هي. بقول لك ايه؟ ايوه. ايوه. لا 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 لفي. الف لا. علشان عايز اتفرج. لا لا هواني فرجة ولا بتقول لي الف عشان يا راجلين. هي بالظبط هي باكينام باكينام. مين ده اللي بتنام؟ لا مش ايه الحلاوه دي؟ ايوه الست زيزي جابتها لي. ايه الشياكه دي؟ ايوه الست زيزي جابتها لي. ايه الجمال ده؟ الست زيزي جابتها لي. جابتها لي دي حاجه عظيمه. ايوه. منتهى الشياكه. ان شاء الله يخليك يا باب. بس عايز اسالك سؤال يا شربات. ايوه. ايه ده؟ دي تمسك مني بتراس. تمسك منك بتراسك؟ ايوه يا باب. مش لايق يا شربات. مش حلو يا باب. مش قوي يعني. يعني هشيله. يا ريت. بس انا يعني لو شعري هايش ولا حاجه. لا 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 حلو 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 جميل. بس تعالي قولي لي ايه ده؟ مين كان بيلعب كوره هنا؟ كنت هقع. قولي لي. ايوه يا باب. رحت لزيزي؟ ايوه الست زيزي قالت لي اطلع عشان اقول لك النشيه بتاع. تقولي لي ايه؟ النشيه. النشيه؟ ايوه يا باب. اسمه النشيه؟ ايوه النشيه. لا 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 اسمه النشيد. ايوه النشيه. اقوله ولا غر؟ لا قولي. ولا غر ولا اقوله؟ لا لا قولي. انا حيرانه اقوله ولا غر؟ لا 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 قولي. ولا غر ولا اقوله؟ لا قولي. يعني بقول افكر معاك كده اقوله ولا غر؟ قولي. ايوه يا بني هقول. كويس. ولا غر؟ لا قولي يا شربات. ايوه يا باه. بس انا لازم ادخل فرقتي يا باه. انت معاكي فرقه؟ ايوه امال ايه؟ تتكلمي جد؟ ايوه يا باب. طب اوكي دخلي الفرقه. طب دور وشك. ليه هم هيقلعوا؟ لا يا باب دور وشك يا باب. عشان ايه؟ عشان اعمل لك فجأة. تعمليني فجأة؟ واخرعك. وتخرعيني؟ ايوه يا باب. لا اعمليني فجأة بس. طب دور وشك يا باب. حاضر. ياض يا نخلة. ايوه. خش يا ولد. حاضر. ازيك يا نخله؟ عامل ايه يا ولد؟ لا ولد. انت نخله؟ ايوه. ربنا يطرح فيك البركه. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك يا نخله. ربنا يخليك يا باشا. انت منور والله. ربنا يخليك حضرتك اللي منور يا بيه. ايه؟ مالك يا نخله؟ اصل انا متضايق يا بيه وعندي ماساه. متضايق وعندك ماساه؟ اه. ايه الماساه اللي عندك؟ اصل انا امي ماتت ليله دخلتها. امك ماتت ليله دخلتها؟ اه. امال انت جيت ازاي؟ جيت في تاكس. لا يا باشا استهبل ده. شرفوا فرقتك. هي دي فرقتك؟ لا يا باشا شرفوا. ماشي. دور وشك يا باشا. تاني؟ فرقتي يا باشا. ايه ده انت عامله بقى حاجه جامده. ايوه امال ايه؟ يا ولا. النبي يا باشا. اهو مدور. يا برطم خش يا ولا. مين برطم ده؟ يا مشرفني يا مشرفني يا ولا. مايسترو. اوه نو شياكه شياكه حلوه قوي المخده اللي انت حاططها دي يعني ساعات تعمل كده وتقوم نايم عليها شويه ايوه ماشي دور وشك يا باه لسه في فرقه ايوه فاجئتي يعني انت عندك فجاه بقى ايوه انا فاجئتي تتكلمي جد ايوه يا باه حاضر انا ادور انا ايوه يا باه دور وشك يا باه انت مالك مستغلساني كده العفو يا باه العفو يا باه بس انا قبل ما ادور وشي عايز اقول لك على حاجه حلوه بقى ايوه يا باه ايه الفستان الجميل ده وايه ده بروبرو بروبرو ايوه يا باه بروبرو طيب وايه اللي على عينيك ده كمان بروبرو كله بروبرو بروبرو ايوه امال ايه بقى دي حاجه حلوه خالص دور وشك يا باه حاضر حاضر فاجئتي انا مستني فاجئتي والله لا مش هبص يعني لو بصيت للفجأة هبص لا لا انا معقوله يعني مش هبص الفجأة ما بطلعش يعني انا عايز اخرعك ايه الفجأة دي
دي فجأة هايلة، فجأة عظيمة. ايوه بس انا لسه ما قلتش النشاه. دور وشك عشان اعمل فجأة واقول النشاه. انت مالك بتسخفيني كده؟ يعني انا المفروض بشجعك يعني. ده انت سيدنا يا باه. الله يخليك. لا العفو، ما تقوليش كده. ايوه دور وشك يا باه. طيب وخلصنا يعني. لا لا العفو يا اجري يلا. يلا يا باه. انا اسفه يا باه. انا بيعجبنك على طبيعتك يعني. ايوه يا باه. امال ايه يعني؟ انا امثل عليك. لا يعني. لا معقول. ايوه امال ايه. حاضر اهو. يسعيدك يسعيدك بس يا علق. وايه دي بقى ان شاء الله؟ ايه دي؟ دي الاستعباط بتاعك. الاستعباط بتاعك؟ وقفتني ليه؟ ها؟ وقفتني ليه؟ اني لسه ما خلصتش النشاه. بتوقفني ليه؟ بتظلمني يا ظالم؟ بتكبتني وتبطني كده اهو؟ ابطك؟ وقفتني لا واني لسه ما خلصتش النشاه. لا لا اله الا الله يا اخ. هو النشاه؟ ايوه بتوقفني لا يا خلص 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 النشاه. بتوقفني لا. حصل له النشاه يعني؟ قطم وسطك كده وانت موقفه. هو النشاه لسه ما خلص؟ ما خلصش النشاه. هو اسمه النشاه ولا النشاه؟ ايا كان يعني ما خلصش. طب انا اسف اني قطعتك. تقبلته؟ تقبلته؟ ايوه. انت بتوصني ليه؟ هو مين اللي بيشتغل عند التاني؟ خلاص انا ما كنتش اعرف ان النشيه لسه ما خلصش. ما خلصش. طب يا اختي كمل النشاه. احنا اسفين. تقبلناه. يلا يا سيدي في تكملة النشاه. يلا لسه كتير يعني؟ انا اسف انا اسف. يلا يلا النشاه. واحد اتنين هب. يسعدك يسعدك. انت بتخرعيني بقى دي. انت مش قلت في تكمله للنشيه؟ ايوه يا باه. انت قلت اتنين يسعدك. هما 16 يسعدك. لا بجد؟ واني زودت عليهم حته واني طالع على السلم. يا ما شاء الله. يعني وانت طالع على السلم كده لقيتي في حته جت في خيالك تقوليها؟ ايوه. يا ولا. ايوه يا باه. يعني ده معناه انك بتألفي؟ ايوه بليف. بليف؟ ايوه. اسمها بليف؟ ايوه يا باشا. اسمها بألف؟ ايوه بليف. ايوه يا باشا. قولي ايوه ايوه. اسمها بألف مش بليف. ايوه بليف. ايوه ماشي ماشي. إيوة. يعني انت دلوقتي هتسمعينا الحته الزياده اللي هتليفيها وانت طالعه السلم. ايوه يا باشا. اوكي نسمعها. طب دور مش عايز فجأة. كفايه الفجأة اللي فاتت وانت عامله كده. قلبي كان هيقف الحقيقه. يلا الدخله بقى. انا هعمل الدخله دي فرقتني. مش عارف ليه المعامله سيئه منك كده يا شربات. يا بدر انت سيدنا يا بدر. سيدنا انت بتقعدي تديني على قفاه وتقولي سيدنا؟ اللي ده انت سيدنا. انا اديتك على قفاك يا بدر. انا حتى ما شفتوش الغلط. خلاص انتهينا. اتفضلي عايزين نسمع الحته اللي وانت طالعه على السلم. ايوه يا بدر. استنى استنى. حلو قوي الحته الكابوكي دي. ايوه يا
تعبانه. انا بس عايز استعد لها. اصلا كانت مفوق دي اللي كانت فاجئه بقى. والله فاجئتك. ايوه قوي. ايوه انا مبسوطه. يلا انت مبسوطه. حلو يلا يا ابني علشان نشوف الدخله عشان نسمع الحته الزياده اللي الفتها وهي طالعه على السلم. انا يا بال هقول لهم يا بال. طب حاضر. انا عايزه امثل يسعدك. الشك الشك وارقص واغني يسعدك. الشك الشك خلينا امثل يسعدك. الشك الشك وارقص واغني يسعدك. الشك الشك حم حم. البنت شمعة تحترق. ايه؟ ما تخضنيش بقى دي. انت دلوقتي قلتي انك ألفت حتة وانت طالعة السلم. ايوه يا بيه. فين دي؟ حم حم. يا سلام. حلوة. وانت طالعة هم هم؟ ايوه. امال لو كنت نازلة هتعملي ايه؟ نه نه. أنا بضحك معاك. شفت مطرف في مصر عمل كده؟ في الحقيقة لا. اللي ساب التحكيمه بقى يغني يعرف يعمل كده؟ ساب التحكيمه بيغني؟ ده مين ده؟ ما تعرفوش والله؟ لا والله ما اعرفه. ده مشهور قوي. مشهور قوي. أشهر أوي وأنا معرفوش. من استغرق؟ من استغرق؟ طب كمليها. من استغرق؟ يا علشان نفهم. أشهر أوي. مشهورة. أنا حاسس إن أنا أهبل. مشهورة. ده مشهورة. مين؟ يعني قولي. إيه؟ خلاص. أنا مش عارفة أنا. مشهور يعني مين؟ أقول غنوته؟ يا ريت. مش واضحة الحقيقة يعني. نفسي تدققي في الكلمات علشان بس اقدر اركز فيها اذا سمحت يعني. اني هقول واني هغار. اسمع. حاضر. ايه ومتقوليش حاجة. خش يعني. اصله مشهورة. انت ما تعرفوش. طب معلش قولي. ايه اسمع. انا سامع اهو. واحد اتنين تلاته اربعه. ايه ولا واحد ولا ميه ولا الف ستمية مليون المية ولا مليون. حبيب القلب من هو الجوا واللي ساكن مليون المية القلب اللي هو الجوا كمان المليون القلب اللي هو الجوا ولا مليون. دي حسبة مش اغنية. مش عارف مين اللي بيغني. حكيم ساب التحكيم وبقى غني. لا والله. محمد دياب يعرف يعمل كده؟ مين محمد دياب ده؟ عمرو فؤاد يعرف يعمل كده؟ العكس يا بابا. توفيق عباس يعرف يعمل كده؟ مين توفيق عباس ده؟ عبد الله محمود يعرف يعمل كده؟ ايوه.
مين شعبان عبد الحليم ده؟ ده مشهور. ايه ده؟ انا عايزه امثل يسعدك الشك الشك زيزي مرقص وامثل يسعدك الشك الشك زيزي خلينا امثل يسعدك بس يا رب بس قولي له النشيه بيه قولي النشيه والرعايه بيه يا ريت قولي النشيه عايز اسمع النشيه اقول ولا غور ده. قول يا بيه وديهم لا تخافوا منها اهلا بكم شيك اهلا بكم شيك زيزي يلي احنا جينا عندكم زيزي الشيك الشيك اهلا بكم الشيك الشيك اهلا بكم الشيك الشيك يلي احنا جينا شيك الشيك عندكم بس هلا الشيك احنا فرحانين بلا فرحانين بلا متنيلان كده زيزي انا مديلك البنت عشان تظبطيها وتوضبيها تعملي اللي بتعمليه ده وانيش دراني وانيش دراني ايه جاتك القوى انت ايه مرض عدوى ايه يا اختي انت بتفرجي ثقافتك علينا اني ضد العولمه ايه اني ضد العولمه لا اني ضد العولمه لا 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 بس يا اختي يلا يلا بره اهدي يلا اهدي يلا يا كلاب انا في القناه الفضائيه بتاعتي يحصل كده اه يا واد يا ولد ومشهوره قوي ايه ده طيب يا زيزي انت ضربت في رقبتي ضربت في رقبتي ايوه ضربت في رقبتك دي مش اخلاق فنان امال اخلاق ايه زبال تعالي هنا تعالي هنا اقفي هنا مش عايز اسمع صوتك ليه يا بيه ليه يا بيه ده انا هبهدلك ولا نفس انا قلت بس انا بس انا قلت اخرسي كلبانة في شكلك ضربة في مصارينك انت قلت ايه؟ قلت ايه دلوقتي وانا ماشي؟ اني ما قلتش حاجة انت هتعملي لي فيها بريئة بقى ما قلتش حاجة؟ انا سمعتك ببرطمي وانا ماشي قلت ايه؟ والله يا ابن اللذين ما قلت حاجة والله العظيم والله اني اولاد اني مظلومة بس ايه ابن اللذين دي؟ ده انت سيدنا بس وقفي انا ده انت سيدنا بس على راسنا اسكتي خلاص خلاص انت هنا كاتك الخرا خلصت راحك ده انت راس يا باه اشيلك على بس راس يا باه خلاص مش عايز اسمع صوتك خالص كدبانه في شكلك السهل في مناخيرك مناخيري انت قلت ايه تعالى قلت ايه دلوقتي انا سامعك وانا ماشي قلت ايه والله يا بلازينة مش عايز مع الصوت الخط تعالي لا تعالي هي نفس الطول نفس الشكل نفس طول الشعر نفس لون العينين هي باكينام يا ربي هي باكينام الحمد لله الحمد لله بقولك ايه تعرفي تفي جاتك العرف باكينام قالت شو مش ايه ده جننت ولا ايه يا زباه بكلم نفسك ليه ايوه جننت ايوه وهجننك معايا اصبري عليا اتجنني ليه قلعتوني ولبستوني وصورتوني من غير ما تقولوا لي يا اولاد اللذين بس يا اولاد اللذين دي بس خليكي معايا بص بتوقفوني بالمعوج يا ولاد اللذينة بس بس بتوقفوني معوجة لا بس. لا لا كده بس ده شرف البنت زي عدد بس دي باكينام ايوه
ودي باكينام. ايوه. وانت هيبقى اسمك باكينام وهندلعك نقول لك يا باكي. انا مش باكي على حد، وبعدين انا بنام في بيتنا، انا من عاله. من عاله؟ من عاله مين ان شاء الله؟ انا شربات بنت الزناتي. يعني بنت الزناتي خليفه؟ ايوه بنت الزناتي خديجه. اولا الزناتي ده مش ابوكي، ده جوز امك. ماني عارفه، بقول له يابا. بالك انا لو لقيت حد احسن منه كتاب لما كنت عبرته. يا سلام على الاصل. ايوه والله يا بالك. آه برافو عليك. عموما يا شربات، يعني انا اعرف ان ابوكي احلى من الزناتي يعني. اهدي. في ايه؟ انت يعني شكلك كده يعني ببصبص لي وبتملس علي، وده موقف غير مستحب لانيسة زيي، ويعتبر في القانون تحرش. يعتبر ايه؟ تحرش. واني ممكن اصوت والم عليك ولا الناس. ولا تصوتي ولا تلمي. امال ايه؟ ولا حاجه. ايوه. انت هنا. اعتذر. حقك عليا. تقبلته. وانا كمان تقبلته. بره امشي. اهدي. بره. ايوه بره. يا ابن الأزينة، الناس كلها شاهدة عليك والله. ماشي. حسبي الله والله العظيم. طيب. واللي في بطني داني مش هسيبها ابدا والله العظيم. انتوا ليه؟ اهدي. تعالي هنا. اهدي. ايه؟ نفسي راح على ترمس يا محسن والله. لا انا مش محسن ولا ترمس. انت بتستهبلي عليا؟ ايه اللي بتعمليه بالظبط؟ انت مش فاهمني ليه يا باه؟ بحب افهم. اني بضحك معاك. اقفي هنا. شوف يا شربات. ماني شايفه لا هو اني عاميه. انا مش قصدي تشوفي يعني تبصي، انا قصدي اقول لك يعني خليكي معايا. ماني معاك لا هو اني سبتك ومشيت. انا مش قصدي تخليكي معايا يعني تفضلي، انا قصدي اقول لك يعني فوقي. ماني فايقه لا هو اني ضربه بنجر ولا كوش. بس بقى بس. انت ايه لسانك ده مبرد؟ كل ما اقول لك كلمه تطلعي لي ديل. طلع لك ديل. ديل ايه؟ خبيها ورا. ايه داريه؟ هو ايه اللي داريه؟ داريه داريه. ايه هو اللي داريه؟ داريه دالك. داري ايه؟ انا مش عايز استعباط. كل ما اقول لك حاجه تقعد تمط في الكلام. تمط في الكلام يا بني. قلت حاجه بتقولي كتير. الله، اني اخرس. لا ما تخرسيش. امال ايه؟ خدي بالك. ها هو ايه؟ بالي. اه يا بنت اللذينة، والناس دي كلها شاهدة عليكي، واللي في بطني ده والله يا بنت اللذينة ما هسيبك ابدا. لا 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 اقعد عشان نستريح. ليه؟ عشان اللي في بطنك يا اختي. اختي في عينك. هتستعبطي عليا؟ دي مين؟ وانا مش درانة، مش بتقول تصويرتي؟ دي باكينام. ايوه ودي؟ باكينام. ايوه انا فين؟ الحمد لله. دي باكينام؟ وده باكي صاحي. اني بضحك معاك. قولي ورايا. انا باكي نام. اهدي. ايه؟ انت مش لسه ان ده باكي نام وده باكي نام؟ يبقى انت ازاي باكي نام يا اخوي؟ اسمها ايه؟ باكي نام. باكي نام.